سيد رأفت عليان قيادي في حركة فتح، مرحبا بك. مساء الخير. افتتحت إسرائيل مؤخرا شارعين يفصلان حركة تنقل الفلسطينيين عن حركة التنقل الإسرائيليين. ما هي هذه الشوارع؟ ما هو الشارع هذا خلفنا؟ صف لنا هذه المنطقة الجغرافية. يعني بداية نحن نقف في بلدة عناتة، هي البوابة الشرقية لمدينة القدس المعزولة تماما بجدار الفصل العنصري عن مدينة القدس، ولا يسمح لسكانها من دخول المدينة المقدسة. شرقي بلدة عناتة يأتي منطقة الخان الأحمر، وفي منطقة الجنوب الشرقي نتحدث عن منطقة A1 أو الحديث عن منطقة A1 التي تخطط قوات الاحتلال منذ زمن طويل للسيطرة الكاملة عليها. هذا الشارع المراد منه في هذه المنطقة بالذات منع الفلسطينيين من الوصول إلى الشارع الرئيسي التاريخي، شارع أريحة القدس، للوصول إلى منطقة الجنوب الفلسطيني. يريد من خلال هذا الشارع أولاً أن يربطوا الشمال بالجنوب بطريق أمنية تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، هذا أولاً. ثانياً يراد من هذه الطريق أن تكون فقط للفلسطينيين دون أن يكون هنالك إسرائيليين يمروا من هذا الطريق، وأوجدوا طرق بديلة للإسرائيليين. أهم هذه الطرق البديلة للإسرائيليين الطرق التاريخية، وهي طريق أريحة القدس التاريخية المعروف بالهايوي التي كانت تربط منذ قدم، تحدثوا عنها طريق الأردن القدس. هذه الطريق التاريخية سيمنع الفلسطيني بالمخطط الإسرائيلي من المرور عبرها، من خلال أنهم خلقوا بديلا جديدا ليربطوا الشمال بالجنوب من خلال هذه الطريق التي تختتم هنا ببوابة حديدية، ومن الطرف المقابل ببوابة حديدية. إذا أرادت إسرائيل أن تفصل الشمال عن الجنوب فقط تغلق هذه البوابة من هنا وتغلق البوابة من الطرف المقابل، يمنع على الفلسطيني في منطقة الجنوب أن يتجه إلى منطقة الشمال، هذا أولاً. ثانياً المراد من هذه الطريق والطرق المشابهة أيضاً هو تكريس الفصل، هو تكريس فصل الفلسطيني عن الإسرائيلي للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو في الكثير من المقابلات وفي الكثير من الاجتماعات، وهي الدولة اليهودية. هو يريد فصل عنصري تام بين الفلسطيني والإسرائيلي، ويريد تكريس أمر واقع جديد في الضفة الغربية. بالتوازي مع افتتاح هذا الشارع، افتتحت إسرائيل أيضا شارعا آخر حظي باسم شارع الأبارتايد، كونه يسمح فقط للإسرائيليين بالعبور من خلاله دون الفلسطينيين. ما هي أهداف الشارع الآخر؟ يعني الشارع هذا الشارع والشارع الآخر والنفق الذي افتتح على دوار جبع، والمخطط أيضا إلى النفق الذي سيراد منه من طريق مخماس للوصول إلى تحت حاجز كلنديا للوصول إلى طريق عطروت، مخطط كامل متكامل تسعى إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تقودها حكومة مستوطني الضفة الغربية. المستوطنون الذين يقطنون في أراضي الضفة الغربية هم من يخططوا الآن في حكومة الاحتلال. لهذا السبب كل هذه الشوارع هي مخطط حكومة المستوطنين، المراد من خلالها فصل تام للفلسطيني عن الإسرائيلي أولا، ثانيا خلق طرق آمنة وبديلة للمستوطنين في الضفة الغربية تربطهم مع الداخل المحتل بعيدا عن الوجود الفلسطيني. كل هذه المخططات تنفذها إسرائيل رويدا رويدا. إذا عدنا لهذا الشارع، هذا الشارع المراد منه استراتيجيا أيضا السيطرة الكاملة على الخان الأحمر المهدد منذ فترة طويلة. كيف يمكن رؤية خطط المواصلات هذه في السياق الأوسع للخطط الاستيطانية في إسرائيل؟ بالتأكيد المخطط الإسرائيلي في المدينة المقدسة واضح منذ زمن طويل، هي مخطط 2020، أرض أكثر بعرب أقل، بمعنى هم يريدوا الآن تطبيق ليس فقط الخطة الجغرافية، خطة جغرافية وديمغرافية، يريدوا تهجير السكان من المدينة المقدسة وضم المستوطنات مثل معالي أدميم والكثير من المستوطنات عتسيون وغيرها من مستوطنات الجنوب ومسجد زئيب وجبعات زئيب، كل هذه المستوطنات يريد ضمها إلى المدينة المقدسة للوصول إلى الديمغرافيا الإسرائيلية التي يطمح إليها بنيامين نتنياهو. بالانتخابات الأخيرة في بلدية القدس لم تسجل نسبة التصويت 1%، هذا شكل رعب لدى الحكومة الاحتلال الإسرائيلي عندما قاطع أبناء المدينة المقدسة انتخابات بلدية ما تسمى بأورشليم القدس. الآن يريد بنيامين نتنياهو أن يغير في الديمغرافيا في المدينة المقدسة بضم عالي أدوميم، بتكريس الاستيطان في منطقة A1 المهددة، وهي المنطقة الجنوبية أو المنطقة الجنوبية لهذه البلدة جنوب هذا الشارع. يراد من خلال هذه الطريق واستكمالا لهذا الطريق سيسعوا إلى فتح نفق للوصول إلى منطقة العزرية، سيكون الشارع للفلسطيني الذي يريد
أن ينطلق من الخليل إلى مدينة رام الله أو إلى الجنوب فقط ضمن أنفاق وطرق أمنية ببوابات صفراء مثل هذه البوابات يتحكم بها الأمن الإسرائيلي، هذا أولاً. ثانياً يعزل عزل تام المسار الإسرائيلي عن المسار الفلسطيني، وثالثاً يصل إلى دولة يهودية وضم الضفة الغربية إلى هذه الدولة اليهودية. وأيضاً كيف يخدم هذا الأمر إسرائيل في موضوع ضم علي أدوميم لما يسمى بالقدس الكبرى وكل النقاش الدائر حول منطقة إي واحد؟ بالتأكيد أنا عندما أتحدث عن طرق أمنية، هذه الطرق الأمنية التي ترسم بهذه البوابات الحديدية، هذه الطرق بالتأكيد هي ستكون بإرادة الجندي الإسرائيلي الذي إذا قرر أن يفصل الشمال عن الجنوب تقرره دورية واحدة فقط من خلال وقوفها وإغلاق هذه البوابة، تفصل الجنوب عن الشمال الضفة الغربية بقرار عبر الهاتف بأن تكون هذه الدورية على هذا الحاجز بالذات أو على هذه البوابة بالذات وتغلق هذه البوابة. إذن الهدف أمني من خلال هذه البوابات، سياسي لتكريس يهودية الدولة، وسياسي لضم مستوطنات الضفة الغربية أيضا إلى الاحتلال الإسرائيلي، وقتل حلم إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تكريس أمر واقع جديد بطرق جديدة بمستوطنات جديدة وفصل مسار الفلسطيني عن المسار الإسرائيلي من خلال هذه الطرق. سيد رأفت عليان، شكرا لك. شكرا.